مساء الخير عليكم بنات، واش راكم؟ صافا لاباس؟ حاله لاباس ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم ام انفال من قناه طبخ وحلويات جزائريه في اسبانيا. وليت لكم بعد هذا الغياب، ما نزيدش نقول لكم هذه المره التاليه، باسكو شاك فوا نقول لكم المره التاليه ومن عاود شنو نولي، شاك فوا نقول لكم المره التاليه، خليها على الله، خليها على ربي. عذروني، كنت مشغوله بزاف، كما عارفين، مع دراري ومع الحلوه دوكا ولات عندي خدمه بزاف، عندي شغالات بزاف زادوا ليا. ان شاء الله ما نزيدش نطول على اليوتيوب، ان شاء الله يا ربي. اليوم وليت لكم بهذا الفرحه تاعي تاع وليدي، اسبوع كنت مع ولا ندير اسبوع، وجدت هاد الحلويات ديجا شحال من مره وانا معوله باش ندير. في الاول كان خرجوا لي الظروف، ما قدرتش ندير، درت حلوه وجدت وكل شيء، وكان عندنا واحد الظرف طارئ قد انوليت كل شيء. ولا دوزيام فوا ثاني زدت وجدت الحلوه هذه اللي راكم تشوفوا فيها، وجدتها وعرضت الناس كاملين صحاباتي في ليكول كاع، باسكو حشمت وصلت وين ولاو النساء يجيبوا لي لي كادو ليكول، وكاين اللي جابوا لي لي كادو للدار وما حبوش ميم با يطلعوا. حشمت جاتني عيب، ودرنا عرضنا هي على جال الوضع برك اللي رانا فيه. عرضتهم انا بثلاثه باش نديروا، ومن بعد حتى عيطت لي وحده بالجمعه قبل، قلت لي بلي ما تقدريش ديري باسكو هنا راهي قريب شك كازو جوغ يبدلوا قوانين كل مره، واش يكون زعما على جال كورونا هذا، على جال المرض هذا، كل مره يبدلوا قوانين. دوكا ممنوع باش يتلاقاو زوج اشخاص، الزوج يجوا ليك للدار، ولا كل مره ليسونسيال واش كاين. ما قدرناش نديروها بعد ما عرفتهم، وحشمت باش نقول للناس ما منقدرش نديرو منها. جاتني فكرة انو بعد ما درت انا الحلوة، وكنت واحد هدول هذاك ما كتشوف هذا مشوك، درتو نوريكم الحلوة قبل ونكملكم الاسواق تاع هذا قطو شوكولا، هذا راني مسجلاتو وحدو بعد نطلع الفيديو تاعو ان شاء الله. هادو قاعو كانوا مازالو حلوات اللي درتهم، ما درت لهمش غير ديكوراسيون ديما كان، وكم كانوا عندي هاد لي بواط في الدار، عندهم هادو عندهم عامين ملي طلعتهم معايا ملي جابهم راجلي، عندهم عامين ما كنت راح ندير فيهم واحد العفسه باش نبيعو فيها في المحل اللي نخدم فيه، كنت معوله زعما نديروها من شوكولا وكاع نبيعو فيهم، حتى كتبهم ربي الاسبوع تاع وليدي درتهم في لي بواط هكا. الحلوه اللي درتها كاع باش ما تتلاحش، باسكو الاولى والله غير نصها لاحتو، لي ما درتلوش ديكوراسيون كاع رميتو، الاخر مديتو ربي يسمح لنا، الاخر مديتو اللي كان مازال ما فيهش ديكوراسيون كيما العرايش وكاع ولا غير رميتهم يا اختي، ودرتهم هكذايا لي بواط هادو. وحد درت الكاطوات كاع لي كاطو اللي كنت درتهم، وكملت الديكور تاعهم وكاع عيتينا كيما راكم تشوفوا، سقمتهم كاع هكذايا وديتهم للنساء اللي ننسى كاع لي كول تاعنا، وين لي باركو لي لهنا، ولي كاع نحب نقول لهم نشكرهم بزاف بزاف، وقفوا معايا بزاف، نقول لهم شكرا شكرا وسمحوا لي. هما ديجا راهم عارفين الظروف كيفاش راهي، شوفوا الحلوه كيفاش جات ما شاء الله تهبل، والله فكرتني في العرس تاع الجزائر، الريحه تاع الحلوه والشكل تاع لي بواط، والله العظيم غير يفكرني في الافراح تاع البلاد. جاتني فكره اني نديرها هكذا ونعطي كل وحده حقها، باش ما يبقاليش القاط، انا قادره القاطو نديه للحانوت نبيعو، مي انا ما حبيتش، قلت انا مادام لي نويتو على صحاباتي وحباباتي كيما فرحوا معايا نفرح معاهم، عولنا ما اكثر، وانت ندير قاعده ما شاء الله مزينها، ما كتبش ربي معليش، مازالوا ليامات ان شاء الله، ويفول علينا هذا المرض هذا ويزول ان شاء الله، ندير ان شاء الله في طهارتو ان شاء الله يا ربي، وندير واش كتب الله. هكذا ديتهم نشوفو كيف الجو يهبلوا ما شاء الله، ما جو وجو على حساب الكاطو اللي درتو، جو هايلين هكذا. الناس تدي افكار دوكا، مع اللي حاب يدير حاجه مشي قادر ديري هكذا في لي بواط، ولا معليش الناس اللي سونسيال دوق معاك الحلو، دوق معاك الحلو تاع الفرحه اللي انت فيها. هنا راني نقولكم باي باي، خاطر الفيديو راح يخلص، كملتو ان شاء الله يعجبكم وربي يحفظكم، تبقاو على خير.